إن شاء الله رب العالمين يكون يوم جميل نحتفل جميعا محامين مصر عامة ومحامين حلوان خاصة بهذا الحفل الكريم، الحفل الطيب بمناسبة حصول زملائنا المحامين حلوان بحصولهم على البراءة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محامين حلوان التي كانت موجهة من قبل النيابة العامة ومن قبل جهات أخرى ضد رسالة المحاماة وليس ضد أشخاص معينة. ومن هنا تصدت محامين حلوان الفرعية رجال، فعلا منبع رجال تصدت لهذه المسألة وغضبت عن ذلك بسبب قرارات النيابة العامة وأعلنت اعتصامهم وإضرابهم الشرعي نحو هذه القرارات التي كانت تمس كيان رسالة المحاماة، ودفعت الضريبة عن ذلك محامين حلوان، فكان ذلك عبئا على أحد الزملاء الذين زج بهم في الاتهام، الذين أضروا كثيرا في حياتهم المهنية والشخصية من جراء هذه الاتهامات الغير صحيحة والتي ليس لها أي أساس من الصحة والواقع. كما حضرنا نشكر جميعا جموع محامين حلوان الفرعية وجموع محامين مصر جميعا على ما بذلوه تجاه هذه القضية، كما أنني بتوجه بالشكر لهيئة الدفاع التي كونتها نقابة محامين الفرعية منذ فجر التحقيقات لمباشرة التحقيقات وتقديم المذكرات وطلبات للنيابة العامة والرئيس المستشار المستشار المحامي العام والنائب العام، وتم تعديل قرارات كانت صادرة منهم غير قانونية وغير صحيحة وغير سليمة، وفي الفعل تم نظر القضية إلى قاضيها الطبيعي، والحمد لله وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل اتحاد جموع محامين مصر عامة ومحامين حلوان خاصة حصلنا على البراءة بكل الجهود التي بذلها والتي حملها على عاتقه السيد النقيب سامي عاشور الذي تصدر للموقف بنفسه وبمفرده وترافع أمام محكمة أول درجة وتم الحصول على البراءة، ثم استأنفت النيابة العامة الحكم لجلسة 18-11 وتصدر أيضا النقيب العام سامي عاشور بنفسه وتحمل المسؤولية على عاتقه وترافع وأبدى دفاعه القانوني، وتم الحصول على البراءة والحمد لله لكل الزملاء في التهم التي ليس لها أساس من الواقع، وتهمة البلطجة وتهمة الصب والقصف وتهمة تهم أخرى كانت موجهة للزملاء على غير الحقيقة والواقع. فإحنا النهاردة بنحضر نقابة حلوان بتقيم هذا الحفل لتقدم كل الشكر وكل التقدير والعرفان والامتنان لكل محامي مصر وكل محامين مصر عامة وحلوان خاصة ولكل النقباء الفرعيين ومجالسهم الموقرة ولكل أعضاء المجلس النقابة العامة لمساندتهم وشراكتهم في قضية حلوان، كما بنتوجه بالشكر لكل الجموع محامين الذين تصدوا للمسألة التي كانت تمس كيان نقابة المحامين ورسالة المحاماة. فجايين النهاردة بنأكد ده ان كل من قدم يد العون وقدم المساندة والمشاركة بنقدم لهم كل شكر والتقدير، وعلى رأسهم السيد النقيب سامي عاشور عما بذله في قضية محامين حلوان، وكل شكر والتقدير لكل الزملاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله احنا عاملين احتفالية لأن احنا مرينا بأزمة قعدنا فيها 3 سنين عانى فيها كافة محامين مصر وبالخصوص محامين حلوان، وكانت أزمة سيف على رقاب محامين حلوان و كافة المحامين، والحمد لله ان هي مرت بخير بفضل النقيب سامي عاشور، شال أزمة من بدايتها من ساعة ما حصلت لغاية ما انتهت، حتى في المرافعة هو ترافع على درجتين متحملا المسؤولية لوحده اللي شالها عن كتافنا احنا كمحامين وكمجلس ونقابة فرعية، هو تحمل المسؤولية كلها
على عاتقه والحمد لله. فكان لازم ان احنا نحتفل بالحكم دوت ويشاركنا فيه صانع القرار الاستاذ سامح عاشور، لانه هو صاحب فضل في الموضوع في الازمه دي وفي حلها وانتهائها، والحمد لله وربنا يكرم ان شاء الله تبقى كل الازمات محلوله باذن الله على قد اللي موجوده في اي حته خاصه بالمحامين. فكان لازم يبقى في احتفاليه نحتفل بيها نفرح، قعدنا 3 سنين مهمومين حزنا، فكان لازم ان احنا نحس ان احنا لازم يبقى في فرحه بالنسبه لنا وبالنسبه للنقيب باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده انا شايف الاحتفاليه دي احتفاليه مش خاصه بمحامين حلوان، دي احتفاليه تخص جموع محامين مصر. الازمه بتاعت حلوان كانت ازمه جديده زي كتير من الازمات اللي مرت بها كثير من الفرعيات. ازمتنا بدات في غضون شهر نوفمبر لعام 2016 وظلت على مدار 3 سنوات في معاناة طبعا شديدة. 6 من الزملاء معرضين لأحالتهم لمحكمة الجنايات. نقابة محامين حلوان وهيئة الدفاع اللي تم تشكيلها قامت بدورها على أكمل وجه، وبذلنا قصارى مجهودنا لحد ما وصلنا بالقضية لبر الأمان وتم توصيفها جنحة، واختتمت فرحتنا طبعا وربنا كلل مجهوداتنا كلنا بالنجاح بمرافعة معالي النقيب العام اللي كلل مجهوده ببراءة الزملاء من تلك القضية. وبفضل ربنا طبعا اقل تقدير كنا نقدر نعمله كنقابه محامين حلوان ان احنا النهارده نعمل احتفاليه اللي هي احتفاليه اليوم عشان نوجه الشكر لكل من شاركنا او ساندنا او تضامن معنا في ازمتنا اللي ظلت على مدار 3 سنوات. نقابه محامين حلوان قررت الاحتفال النهارده بالتنسيق مع النقابه العامه ببراءه الزملاء المحامين في قضيه محامين حلوان المعروفه اعلاميا. القضية من الأساس كانت ملفقة للزملاء، وإحنا كنا مأكدين على ده من بداية الأحداث إن إحنا كمحامين حلوان ما كانش عندنا أي خطأ من جانبنا، وإن إحنا كنا مكملين. القضية خدت إطار اتجاه خد شكل سياسي معين وخد شكل عدائي معين، اتطورت لأن هي بقت قضية في المحكمة واتحالت والزملاء اتحالوا للمحاكمة. تعرضنا لوقائع كتيرة النقابة العامة سندتنا فيها والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية سندتنا فيها. انتهت في النهاية لبراءة الزملاء من ده، وده مصدر الفخر لينا ان الانتهاكات او الاتهامات اللي النيابة اكلتها للمحامين كلنا برئنا منها بفضل الله. النقابة العامة سندت النقابة الفرعية من اول يوم في الاحداث برئاسة النقيب العام طبعا، وكان حاضر معانا الاحداث من بدايتها. الزملاء المحالين للمحاكمة فيها مروا بتجديدات حبس، وتحيات للنيابة اعضاء مجلس النقابة العامة والنقيب العام سامح عاشور بنفسه كان حاضر معانا فيها. وانتهت لجلسات المحاكمة النهائية اللي النقيب العام أصر بنفسه إنه يحضر فيها بنفسه، وحضر في محكمة أول درجة وترافع منفردا. ولما النيابة العامة استأنفت الحكم الصادر بالبراءة الزملاء، النقيب العام تصدى للمسألة في محكمة الاستئناف وحضر فيها للمرة الثانية بنفسه إلى أن قضي الحكم ببراءة الزملاء المتهمين. فالنقابة النهاردة نقابة حلوان قررت دعوة كل الزملاء، كل الناس المتضامنين معانا اللي كانوا متضامنين في بداية الأحداث من 2016 وحتى تاريخ صدور الحكم في البراءة إلى النهاردة علشان نحتفل بحضور النقيب العام. اللهم لك الحمد. يعني إحنا بعد 3 سنوات، إحنا بنسميهم 3 سنوات عجاف، عانينا فيهم الأمرين من جراء هذه القضية التي كانت بمثابة الشوكة في الظهر. نحمد الله سبحانه وتعالى انه يمكن القضيه انتهت الى خير لم نكن نتوقعه على الاطلاق، طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى وبجهود معالي النقيب سامح عاشور الذي كان شعاره في هذه القضيه قول الشاعر: اسبح باسمك الله وليس سواك اخشاه، واعلم ان لي قدرا سألقاه. تحمل سيادته هذه المسؤولية الكبيرة، قرر أن يدافع في هذه القضية منفردا في أول درجة، وحتى بعد أن تم الاستئناف من قبل النيابة العامة حضر سيادته وأصر أن يترافع فيها منفردا، وكانت النتيجة بفضل الله البراءة لمحامين حلوان. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا، ونحن سعيدين جدا بأن احنا نقيم هذه الاحتفالية ولقاء مع معالي النقيب وأن يشرفنا بالحضور أيضا ليقول لمحامين حلوان أنتم في القلب. وإحنا بنشكر سيادة النقيب على هذا التفضل والتكرم اللي احنا يعني عهدناه منه دائما، هكذا هو نقيب المحامين.
والله احنا في ظل 3 سنين معاناة في نقابة حلوان الفرعية عانينا الأمرين لحد الحمد لله ما ربنا كرمنا وخدنا براءة في قضية حلوان، وطبعا بمعاونة نقيب المحامين السيد سامي عاشور طبعا يشكر لأنه بذل مجهود جامد جدا 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 في هذه القضية. والله احنا انتظرنا طويلا لحد ما الأزمة اللي ما بين المحاماة والسلطة القضائية انتهت في حلوان 3 سنين، أكتر من 3 سنين في كد وعمل وجهد من مجلس نقابة حلوان الفرعية بالمتابعة مع النقيب العام، وفي النهاية تم إحالة الدعوة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح. صمم النقيب العام على أنه يترافع منفردا ويتحمل المسؤولية منفردا، ودوت بنسمن دوره وبنقدره، ومحامين حلوان بتقين كل الاحترام والتقدير لتحمل المسؤولية دوت، واحنا دايما النقيب بيبقى محل ثقتنا وبنشكره على تحمل المسؤولية منفردا.